عندك هنا قاعد؟ صباح الخير. اليوم قررنا نيجي نتريق بالقلعة. باعوا الأجواء ايش قد حلوة من الصبح. ان شاء الله تصفى، كل 10 ايام راح اجي اسويها ان شاء الله. باعوا. هلا، شلونكم حبايبي؟ طبعا اجيت مركز كورال وشوفت بشرتي للدكتوره، قلت لها كلش تعبانه، طبعا انا حاطه فلتر مبين انه تشوفوا، فقالت ان شاء الله يعني شوفوا النتيجه اذا تسوون ميزو. حسوي ميزو، هذا الميزو هم بفيتامينات كلش يعني تفيد البشره.